4 years in Argentina, but I was never very forthcoming in speaking. I can understand a lot, but not really. I can understand, I can follow a conversation and understand it, but I always have a... للأسف لم يستطع هذا الجمع إلا من إطلاق دعوة بالأمس لوقف إطلاق النار. كان المقابل هو الوقف الجزئي لمدة بسيطة ل 12 ساعة، وتصور هناك أنباء عن مادة هذه الهدنة، وطبعا كل مد فهو يصب في صالح حماية الشعب الفلسطيني ومنع مزيد من الضحايا من المدنيين الأبرياء.